أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج سكيب الروح اللي بيسعدنا ويشرفنا فيه يكون ضيف الحلقات على الدكتور القس يوسف بخيت أهلا بيك أهلا وسهلا بيك يا أختي أهلا وسهلا بحبائنا المشاهدين في كل مكان نصلي إن رب يدينا وقت ممتع نستمتع فيه بكلمة الرب وأثق إن الرب يدينا وقت طيب في الحقيقه الوقت اللي فات وصلت لنا اسئله كتير جدا من حضراتكم عشان كده هنوالي الاجابه عليها تبعا وصلنا سؤال بيقول من يوحنا 20 22 ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس بيتكلم عن الرب يسوع. وفي اعمال واحد اربعه وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم ان لا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموها مني وفي عدد ثمانية بيقول لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فلماذا قال الرب يسوع اقبلوا الروح القدس ونفخ في وجوههم ثم قال لهم انتظروا موعد الاب اي موعد حلول الروح القدس ايه رايك حد الاسيس أه سؤال مهم قوي قوي وبنعمه الرب نحاول نجاوبه على اكمل وجه من خلال كلمه الله امين الرب أه يسوع لكل المجد بعد ما أمن الموت وكانوا التلاميذ خايفين من اليهود ومجتمعين والأبواب مغلقة yeah. دخل يسوع والأبواب مغلقة mm -hmm. رب يسوع قبل القيامة كان بيعد التلاميذ ويدربهم لإرسالية مهمة قوي yeah. فلما أمن الموت عايز يجهز التلاميذ للإرسالية العظمى اللي كان طول السنين بيدربهم فيهم وبيعدهم وبيجهزهم فكان لابد أن ينفخ فيهم نفخة الاستعداد لاستلام السلطان اللي هيعطيه الروح القدس ليهم للإرسالية العظمى اللي هيرسلوا ليها فهم كانوا لسه مش جاهزين عندهم خوف من اليهود <applause> عندهم قلق وده الرب يسوع لي كل المجد لما قال الكلمة دي لما نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس كان لسه قايم من الموت <applause> وظهر ليهم في العلية في أورشليم وبعد قيامته باربعين يوم لما جمعهم قبل أن يصعد إلى السماء فلو كانوا أخذوا موعد الآب في نفخة التي نفخها بعد قيامته ما كانش قال لهم أمكثوا في أورشليم <applause> إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي يبقى هنا النفخة هي نفخة الإعداد والاستعداد لاستلام السلطان واستلام عمل الروح القدس علشان تهيئ قلوبهم للإرسالية العظمى للرب كان هيرسلهم لها والسلطان اللي كان هياخدوا ليه عشان يقدروا يكونوا شهود في أورشليم وفي السامرة وفي اليهودية وإلى أقصى الأرض لكن هل الكتاب المقدس بيذكر لنا معنى كتابي للنفخة وهل في أنواع منها ولا هي كلها نفخة زي ما الرب يسوع الحقيقة الكتاب يذكر لنا أنواع من النفخة بالذات من الله فلما نرجع لكلمة الرب نلاقي الحقيقة في نفخة الله أعطى بها الإنسان حياة الله زمان لما خلق آدم من كتلة من التراب يقول ونفخ في أنفه فصار آدم نفسا حية الكلام ده نلقف تكوين اثنين عدد ستة وبنلاقي كمان في سفر أيوب في وسط الألم ووسط التجارب اللي كان يظن المفروض أنه بينقاد إلى الموت يقول كده أيوب لأنه لأن ما دامت نسمتي في ونفخة الله في أنفه جابها منين ايوب؟ لان ونفخ في انفه نسمة حياة يبقى النفخة الاولانية اعطت للانسان نفخة للحياة ليحيا بها على كوكب الارض. <applause> النفخة اللي بيتحرك بها كل الجنس البشري اللي يجي داوود في مزمور 39 يقول له وذا جعلت ايامي اشبارا وعمري كلا قدامك انما نفخة كل, كل انسان يعني مش ادم بس اللي هو نفخه كل لكن إنسان. كل البشر من الوقت اللي الله اعطى لادم الاول نفخه حياه فبقت هذه النفخه مستمره في كل الجنس البشري وتتوالى الى هذا اليوم مم. يبقى دي نفخه دي بنسميها دي بنسميها نفخه حياه للانسان على الارض نفخه طبيعيه لكل انسان طبيعي الناس ما حفظوش وصيه الرب <applause> والناس تمردوا على ربنا فعملوا حاجات كتيره ضايقت ربنا فيدينا تعبيرات مثلا عن النفخه نفخه العقاب والدينونه بسبب <applause> تمرد وقسوه قلب الانسان <applause> ايام موسى كان موسى كان يروح لفرعون اطلق شعب الرب ليعبد الرب <applause> بعد عشر ضربات قرر فرعون يطلق شعب الله بعد ما اطلقهم ندم فرعون وراح خارج وراهم <applause> نتيجة قساوة قلب فرعون مع كل جيشه يقول في خروج 15 عدد عشرة لاحظوا دقة الكلام وليه نفخت بريحك فغطاهم البحر غاصوا كالرصاص في مياه غامرة ده بيتكلم عن فرعون وكل مركباته بيتكلم عن فرعون وكل مركباته وقول نفخت بريحك فغطاهم البحر يا ربنا عملوا كده على البحر مم. عمل ايه فرح مغطيهم البحر حتى شعب الرب لما يغلط يقول في عشية أربعين يبس العشب ذبل الظهر لأن نفخة الرب هبت عليه يبقى لما نفخة الرب هبت على شعب بيتمرد على الرب النتيجة أن الحياة بتجف فحسقيال أصح 21 عدد 31 يقول كده وأنفخ عليك بنار غيظي يبقى عزيزي المشاهد خليني أقول لك إن مرات ممكن تكون بتمر بمشاكل بسبب تمردك وعصيانك وعدم طاعتك للرب فنفخة تأديب الله تيجي عليك علشان تتوب وترجع وإن لم تتب فنفخة الله هتكون مؤثرة تؤدي إلى دمارك وده هيوصلني للنفخة التالتة نفخة الإهلاك <applause> يعني النفخة الأول <applause> للتأديب النفخة اللي بعد كده نفخة إبادة وموت <applause> يقول كده في اشعياء 11 عدد مم. اربعه بل يقضي بالعدل للمساكين مم. ويحكم بالانصاف ده الرب كده بيعمل كده لبائسي الارض ويضرب الارض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخه فمه, فمه. يعني شخص عايش في نفاق مم. ومش عاوز يكف عن نفاق هيجي الرب يعمل ايه؟ تيجي نافخ نافخ فيه هذه النفخه نفخه شفتيه تنهي حياته اباده او موت اباده او موت يعني يقول في تسالونيك الثانيه اصحى 2 عدد 8 مم. عندما يستعلن الانسان القسيم في زمن من الازمنه الاتيه يتكلم ان الرب الانسان القسيم هيعمل فيه الرب يقول مم. لأن الذي الرب يبيده بنفخه فيه. فمه مم. يبقى هنا نفخه إيه؟ نفخه إبادة وموت, وموت. يعني أما النفخة يبقى إيه إحنا خدنا فكرة عندي ثلاثة أنواع من النفخة نفخة محيال النفخة للإنسان. بقى نفخة محير للإنسان نفخة, نفخة للتأديب أو عقاب من الديان, من الديان. نفخة للإبادة والموت مم. على الإنسان المتمرد مم. ومكمل في شره ومش مم. عايز يرجع للرب مم. زي الغني لما تطلب نفسك في هذه مم. الليلة مات وبلا رجاء ده, ده مم. إبادة لحياته رغم مم. كل مشاريعه اللي نجحت مم. أما النفخة للرب بقى أتكلم عنها اللي بنحاول نميز بيها بين اقبال الروح القدس وانتظروا موعد الاب وبين النفخه التي اعطاها لهم في يوم قيامته. النفخه دي نفخه جديده لحياه جديده. يعني قلت في ال... واحنا بنتكلم ان الله لما نفخ في ادم وبحسب كلمه الله ان كل البشر بي عندهم نفخه ادم نفخه حياتي. الحياه. م. من يوم الخمسين في نفخه الخليقه الجديده اللي مم. علق عليها الرسول بولس وقال اذن ان كان احد في المسيح فهو أوه. خليقه, خليقة جديد. جديده مم. يبقى عندي خليقه قديمه اللي هي بتاعت ادم والجنس البشري الخليقه دي فسدت الرب لكل المجد في الحياه الجديده بنفخه فمه بيعطي الحياه الجديده علشان نقدر نستلم سلطان الروح القدس فكانوا التلاميذ مش هيكونوا جاهزين بدون النفخه للتغيير الداخلي والاتساع في اعماقهم علشان يقدروا يقبلوا الروح القدس يبقى هنا بنقدر نفهم بحسب ما قالوا الرب لما لما الرب راح لهم لما نقرا يوحنا 20 عدد 21 قال لهم يسوع ايضا سلام لكم كما ارسلني الاب ارسلكم أنا. انا ولما قال هذا نفخ أحف. لهم نفخ وقال لهم أقبل اقبلوا وروح وروح القدس. الروح القدس خذ البالك الرب يسوع جاي بيقول لهم سلام لكم طب هتعمل زي ما الاب ارسلني انا هرسلكم م -م. هتعمل ايه راح نافخ في وجوههم م -م. يبقى النفخه دي تعني ايه الحياه الجديده نفخ للحياه الجديده م -م. وللارساليه فالنفخه الجديده اللي الرب ادها للتلاميذ كانت نفخه فيها سلطان لاعداد التلاميذ للخليقه الجديده م -م. التلاميذ لغايه ما الرب قام كان لسه مليانين بالخوف تاكيد وما كانش قادرين ينطلقوا مم. والدليل على كده انه كمان بعد شويه ان لسه ما زالوا التلاميذ كانت الابواب مغلقه وتوم ما كانش موجود معاهم ده. وظهر لهم الرب مره ثانيه ولسه كانت المخاوف ده. رغم انه نفخ في وجوههم وقال لهم اقبال الروح القدس مم. فلو كانوا هم اخذوا قوه الروح القدس اللي الرب كان يعميها في الوقت ده كان ما, ما كانش قال لهم استنوا يوم الخمسين كان قال لهم يلا خروجوا للخدمه لكن كانت النفخه دي بتعدهم كانه بيسلمهم السلطان بيفتح ارواحهم بيفتح اذهانهم علشان يقدروا لما يجي يوم الخمسين لما جه الرب كل المجد قبل ما يصعد راح مأكد عليهم الكلام هنا متى حل الروح القدس عليكم تكونون لشهود لما حضر يوم الخمسين وحل الروح القدس الخوف اللي كان عند بطرس تحول إلى جرأة ده في النفخة اللي حصلت في يوحنا عشرين ما, ما, ما عملتش حاجة يبقى ده ما كانش عطية الروح القدس يا. لكن نفخة للاستعداد والاستلام للإرسالية الجديدة للعمل الجديد اللي هيوكل اليهم من الله تجاه العالم كله مم. أمين أمين أعزائي المشاهدين حنستكمل الإجابة على أسئلة حضراتكم بعد الفاصل فكونوا معنا شكراً لمتابعتك لهذا البرنامج إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.akarmatv.com أو رسلنا على P.O. Box 3610 سيل بيتش كاليفورنيا اهلا بكم اعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومع سؤال اخر من حضراتكم السؤال بيقول هل الملء بالروح القدس من الممكن ان ينتقل من شخص لاخر عن طريق نفخه او يكون بوضع الايدي او بالصلاه او بتكرار كلمات معينه واحنا بنرحب تاني بالدكتور القس يوسف بخيت اهلا بحضرتك اهلا بيك يا سؤال بقى. هام بنشوفه في الكنايس بتاعتنا وبيتكرر كتير جدا جدا وفي كل الكنايس ده حقيقي الحقيقه يعني علشان اجاوب كان لازم ادور في الكتاب المقدس لحد كبير علشان لما اقول كلمه يبقى بقولها وانا متاكد يعني. انها مش موجوده في الكتاب المقدس كلمه كتابيه ففي ناس كتير قوي وقدام كثيرين بيعملوا كده <applause> اللي الناس بيسالوا فيه. بس انا لما رجعت كلمه الرب ما ابدا في الكتاب المقدس حد صلى لحد وقال له كرر ورايا او مثلا مرات بالذات لمعموديه الروح القدس والتكلم بالسنه ما حصلتش خالص في كل الكتاب المقدس ان حد قال لحد كرر ورايا خالص ما كلمات معينه يقولها ولا كلمات معينه هل تحرير اللسان ان هو يقدر يعني يتكلم يعني ما ينفعش مش له قول هللويا 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 لغايه ما تعود اقول قول مجد المجد 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 لغايه ما او حاول وانا بتكلم بلسانة اقول قط مني او شوف انا بتكلم ازاي الحقيقة الروح القدس هو الذي يعطي مش انا اللي بعطي الناس اظهار الروح ف فما ينفعش اقول لحد كرر كلام مش موجوده في الكتاب المقدس وكل من يفعل هذا عليه ان يكف لان بيعمل حاجه من عنده حاجه ملهاش سند مش كتابي ولا يا. دليل موجود في الكتاب المقدس كمان في كلمه النفخه يبقى تكرار الكلمات باي نوع من انواع الكلام اي شخص عاوز يمتلئ قال اطلبوا الى ان تمتلئوا كل ملئ الا يبقى الملء بالروح القدس يجي به بالطلب بالطلب يعني. اطلب يعطي الروح طعته. الذين يطلبونه او يسالونه نا. طبعا يعطي الروح القدس الذين يطيعونه كمان بالزبط. يسالونه او, أو يطيعونه فيبقى لا بتكرار كلمات ناس تكررها ولا كرر ورا حد كلمات علشان اخد الملء بالروح القدس لانه مم. لا يعطى بهذه الطريقه ده جميل قوي الحاجه الثانيه ان برضو دورت ان حد ينفخ في وجه الاخر عشان يمتلئ من الروح القدس ما لقيتهاش. <applause> رغم ان احنا من في الجزء الاولاني من الحلقه الرب يسوع عمل ده مع التلاميذ يعني. بس رغم ان الرب يسوع نفخ في التلاميذ بس ما امتلوش بالروح القدس وما اعتمدوش معموديه الروح القدس <applause> وكان عليهم ينتظروا بعد بعد هذه النفخه حوالي 49 <applause> يوم عشان يحل عليهم الروح القدس عشان يحل عليهم الروح القدس عشان يوم الخمسين <applause> وكلمه لما حضر يوم الخمسين ده عيد عند اليهود ليه ارتباط لان المسيح فصحنا ده عيد الفصح بنعيد الفصح اللي هو موت ودفن وقيامه المسيح وبنعيد الخمسين نعد سبعه اسابيع غد السبت السابع يكون يوم الخمسين فده عيد الخمسين ده عيد الحصاد مم. لما حضر يوم الخمسين كان فيه حصاد من الرب في اليوم ده وامتلأ الجميع من الروح القدس بس ما حصلش حد ان نفخ في وجوه الناس علشان يمتلوا بالروح القدس مم. ولا حتى بطرس او يوحنا لما نزل للسامرة او مم. بولس أو فلوبس أو أي حد نفخ في وش حد علشان يقبل الروح القدس طب احنا كده عرفنا حاجتين مهمين قوي انه أيوة. الروح القدس مش بيتنقل بأن انا بكرر كلمات معينة ورا حد أو أقول كلمات معينة وكمان مش عن طريق نفخة ان حد ينفخ فيا فأنا اقبل الروح القدس نعم. طيب يا ترى ايه تاني ممكن يكون بيتنقل عن طريق ان انا احط ايدي على حد لو انا فيه روح القدس يتنقل عن طريق وضع الايدي وضع الايد حاجه كتابيه وموجوده في العهد القديم وموجوده في العهد الجديد رأي. في العهد القديم كانت تنقل المسحه مه. وفي العهد الجديد كانت تعطى المواهب الروحيه ومعموديه الروح القدس عن طريق وضع اليد خلينا نشوف نقرا نص كتابي موجود فتب. في رساله العبرانيين اصح خمس عدد واحد مه. بيقول ولذلك ول... 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 ونحن تاركون كلام بدايه المسيح مه. لنتقدم الى الكمال غير واضعين أيضا أساس التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله تعليم المعموديات ووضع الأيدي مه. من فضلك طلع عبرانين ستة عدد واحد وحط خط تحت كلمة وضع ووضع عدد. الأيدي مه. قيامة الأموات والدينونة الآتية يبقى كاتب رسالة العبرانيين بيحط أساسيات معينة ضرورية لكل المؤمنين دي مبادئ أساسية ميه. المبادئ للتوبة حياة الإيمان تعليم المعموديات وضع الأيدي قيامة الأموات لأن احنا بنؤمن أن في قيامة أموات للراقدين الدينونة الأبدية مجد. يبقى في دينونة أبدية يعم. ده مصر بيكلموني في رسالة العبرانيين هنا بيشير يبقى في تعليم اسمه تعليم إيه بقى؟ وضع الأيدي وضع الأيدي مجد. يعني ده حاجة كتابية وضع الأيدي نعم رائع فمثلا في العهد القديم لو حد مذنب وعمل خطيه وحب يروح يقدم ذبيحة لما نرجع بحسب كلمة الرب لنصوص زي مثلا في خروج 29 أو لو أصح واحد عدد أربعة أو أربعة عدد أربعة أو صفر العدد أصح 18 لما كان بحسب الشريعة لما حد يروح يقدم ذبيحة محرقة أي ذبيحة خطية يعمل إيه مخ... اللي رايح يقدم ذبيحة يحط إيده على الذبيح. الذبيحه التي ستذبح لان بوضع اليد الخطيه اللي عندي هتتنقل للذبيح بس. اللي هيذبح للكبش او الخروف اللي هيذبح مكاني مه. وكان انا بعترف للرب بقول له انا استاهل الذبح واستاهل الموت بس وجدت فداء ابديا مه. وجدت فداء عن طريق الذبيحه دي مه. انا لقيت حمل الله يسوع المسيح هو اللي حمل كل خطايانا مم. فكان خطايانا نقلت عليه ده. فكان وضع اليد مسموح به في العهد القديم في اثناء تقديم ذبيحه المحرقه. مم. كان في مم. حاجه تانية في العهد القديم كمان عن تنقل عن تتم عن طريق وضع اليد عن طريق في يوم الكفاره لما يجيبوا ويقدموا رئيس الكهنه الذبيحه الاولانيه كان اي كاهن يقدمها الذبيحه الثانيه ما ينفعش اي كاهن كان لازم يكون رئيس الكهنه مم. طب رئيس الكهنه يعمل ايه؟ رئيس الكهنه يجي يحط ايده مم. على التيس اللي هيتقدم التيس الحي هو حي قبل ما يعمله مم. ويقر عليه بكل ذنوب بنو اسرائيل مم. الكلام ده موجود في لوين 16 مم. من عدد 20 لعدد 22 مم. وكل خطاياهم يولى ويجعلها على راس التيس مم. علشان يحمل التيس ده كل ذنوب بنو اسرائيل الشعب. والشعب مم. القريب من التيس زي اي اخر واحد في اخر البلد. مم. كل الشعب. فكل الشعب يبقى كانت بتنقل الخطايا والذنوب على عن طريق ده عن وضع اليد. وضع اليد على راس التيس. كان كمان لما حد يعمل خطيه وجدف على اسم الله مم. في العهد القديم والكلام ده أربعة 24 عدد 10 علشان يرجم مم. فقبل ما ترجموا الجماعه يحط الشهود اللي سمعوه بيوجدف بيجدف على مم. اسم الله يحطوا ايديهم انهم هم انه على اسم الله وبعدين يرجموه يبقى الوضع اليد هنا ايه بينقولوا ليه الموت, الموت. يعني العقاب عقاب مم. في وضع اليد للمباركة من شخص الاخر وده موجوده في الكتاب المقدس ودي عايز النهارده اشدد واشجع كثيرين يعملوها مم. بالذات من الاباء ابراهيم بارك اسحاق يا ده حقيقي واسحاق بارك يعقوب, يعقوب. ويعقوب بارك اولاده <applause> وبعد قبل ما يموت جاب يوسف ابنه وجاب ولاده, ولاده وباركهم من والرب يسوع المسيح كمان عمل ايه قبل صعوده بارك تلاميذه واحنا بنختم في حاجه اسمها البركه الرسوليه وكان في العهد القديم ان هارون يرفع يديه نحو الشعب ويباركهم <applause> يبقى علينا ان احنا نعمل ايه نبارك هل النهارده انت كاب وام بتبارك اولادك وتتكلم على حياتهم بحياه البركه الاباء والكنيسه بنختم بالبركه علينا كاباء نخلي بالنا من ده نلاقي مين. من كلمه الرب كمان لما كان حد يكون مريض مه. كانت توضع اليد يعني. على المرضى فيبرأون فالرب وضع يده على المراه المنحنيه فاستقامت ومجدت الله يقول لهم يضعون ايديهم مرأة 16 يضعون ايديهم على المرضى, المرضى فيبرؤون في الرسول الحنانيه لما راح لبولس وضع يديه اللي هو شالوا الطرسوسي يعني قال له انا انا رب بعتني ليك علشان اضع يدي عليك لتبصر ولتمتلئ من, من الروح القدس, القدس يعني وابصر وبولس كمان وضع يديه على بوليس من حاكم جزيره مالطا لكن هنا عايزين نعرف انه هل تم وضع اليد لقبول الروح القدس وده اللي احنا نعم بنتكلم عنه النهارده نعم لما نرجع لاعمال الرسل صح 8 يبقى احنا انا ذكرت كم حاله من وضع اليد موجود عهد قديم وعهد جديد لانواع مختلفه مم. نيجي كمان لمعموديه الروح القدس وملئ بالروح القدس لما السامره قبلت كلمه الله ايام فيلبس yeah. واعتمدوا معموديه الماء مم. الكنيسه سمعت راحوا أرسلوا بطرس ويوحنا يقول كده من عدد 14 ل 17 في اعمال 8 اللذين لما نزل صليا لاجلهم لكي يقبلوا الروح القدس yeah. يقول حينئذ وضع الايادي عليهم فقبلوا الروح رح القدس وحنانيا باكد مره تانية أنه وضع يديه عليه وبولس كمان في اعمال 19 لما ذهب الى المؤمنين اللي في افسس يقول ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس فَتَفَقُوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. مم. ده هنا تاكيد من الكتاب المقدس انه وضع اليد ده كان بيحصل في عهد الرسل ودي نعم. حاجه كان بيتنقل بيها الروح القدس من شخص لاخر. هل في انواع تانية لوضع اليد بيستخدم فيها؟ اه الحقيقه كمان لاطلاق الخدمه وال والعمل مم. المرسلي ففي مثلا اعمال إصحاح سته لما مم. اختاروا الرجال السبعه الشمامسه مم. Yeah. فمن عدد واحد لعدد سته نقراها أر عدد سته بس يقول الذين اقامهم امام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الايادي yeah. يبقى السبع شمامسه اللي تم اختيارهم علشان حتى يخدموا خدمه الموائد وضعوا عليهم الايادي mm. يبقى وضع اليد بيحصل في ايه؟ يبقى في مسحه في نقله روحيه بتنقل mm. لكل من يفرز للعمل وللخدمه mm. فتطلق له مسحه وسلطان ده حقيقي آه، ممكن كمان يعطى الروح القدس بدون وضع أيدي خالص مم. ازاي بقى ويمتلئ شخص ويمتلئ ناس بالروح القدس من غير ما حد يضع يديه نجيب الكلام ده منين طيب. من اعمال الرسل في يوم الخمسين مم. مين حط ايديه على التلاميذ محدش, محدش طبعا طب لكن عندنا حادثه تانيه بطرس كمان لما راح بيت كيرنيليوس بينما بطرس كان يعظهم يقول عن بيت كيرنيليوس يقول وكانوا يسمعون الكلمه وبينما هم يسمعون حل الروح القدس عليهم امتى بينما بطرس يتكلم يعني بطرس ما حطش ايديه على بيت كيرنيليوس علشان يمتلئ من الروح القدس يعني انا مش هقدر احد عمل الروح القدس بعمل معين بطريقه معينه والرب لان بطرس كان صعب انه يروح يصلي ويحط ايده على جماعه امم يا والرب اتعامل مع بطرس عشان يغير طريقه تفكيره فالرب حب يقول له ان الايمان والملء بالروح القدس مش مرتبط بعاداتك وتقاليدك عشان يتحرر بطرس من ده فلما راى بطرس ان الروح القدس اعطي للامم شهد للمؤمنين في مجمع اورشليم ان الروح القدس حل على الامم كما علينا نحن في البدايه ده حقيقي. اخي العزيز أخت الفاضله حتى لو كان في أسئلة وبنجاوب عليها أنا مش عايزك تسمع الإجابة بس لكن عايزك كمان وإنت بتسمع الحلقة امتلئ بالروح القدس خد وقت النهاردة حتى لو الحلقة وشكت على الانتهاء بس ده وقت مهم أوي إنك تصلي وتطلب الرب وتقول للرب أنا عايز امتلئ من الروح القدس أو إذا بالراعي ممتلئ من الروح القدس وصلي معاه علشان حياتك تتنقل نقلة روحية وانا بصدق ان الرب يكون بيباركك وتمتلئ من ملء مشيئه الله امين شكرا حد الاسيس لاجل انك امطت لسام عن اسئله كتيرة كلنا بنسالها ومش عارفين اجابتها ومش عارفين الحق كتابي ربي يباركك ويستخدمك في كل مكان شكرا شكرا ربي يبارك اعزائي المشاهدين شكرا لحسن استماعكم والى اللقاء في حلقات قادمه من برنامج سكيب الروح والرب معكم